الحمد لله في اخر السنه دي حققنا الهدف متاعنا الاساسي وتمكنا من الصعود الى الوطني آ. صحيح المسيره ما كانتش سهله، وكنا في تسابق مع جمعيه رياضيه نسائيه بالمنستير، لكن الحمد لله في الاخر صعدنا احنا على حساب جمعيه المنستير. لا اله الا الله، الخدمه دي جابت اكلها الحقيقة. أنا ما بديتش هذوما مع البنات هذوما من أول العام، دي معاهم سي عبد الرزاق السعيد وخذيت عليه المشعل أنا، والحمد لله توفقنا. والخدمة دي كانوا الخدمة دي كانت مجموعة متاع مسيرين ومتاع المدرب اللي خدم قبلي، وأنا خذيت عليه الروليف. لا الله، نحب نشكر أول حاجة البنات الكل كايا على المجهود اللي قدموه طيلة السنة هذه والخدمة والتعب اللي تعبوه، والحمد لله التعب متاعهم ما مشاش خسارة، وتحصلوا على الشيء اللي كانوا الشيء اللي كانوا حاطينه هدف عندهم. جمعية نسائية بصياد السنة حققت صعود معناتها عن جدارة من بداية الموسم حتى نهاية الموسم، معناتها كانت النتائج متاعنا متميزة. كملنا في المرحلة الأولى من البطولة في المرتبة الأولى، ثم خذنا المرة الجولة الثانية من البطولة وحققنا نتائج مبهرة، مما حققنا الصعود إلى النخبة، وهذا الامتياز هذا كله يرجع بطبيعة الحال للاعبات اللي هما عداوا معناتها موسم متميز، معناتها وضحاوا معناتها وجاوا للتمارين ولعبوا مقابلاتهم معناتها بكل روح رياضية وبكل روح انتصارية، وحققنا صعود والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بدينا من أول الموسم برسك، بدينا عن أوبجيكتيف واحد هو ناسيونال أ، خدمنا وتعبنا عليه برشا وضحينا من مسؤولين من لاعبات الكل كي الحقيقه كنا يد واحده، والحمد لله في الاخر وصلنا اللي حابين عليه، وان شاء الله من حسن الى احسن. الاثنين نتاعنا كان فيه شويه صعوبات وفيه نحن الكونكلوزيون، نحن خدمنا على رواحنا ونحن تعبنا، معنا حتى اوبجيكتيف في مخنا وصلنا له، وان شاء الله يا ربي نكونوا في مستوى ان شاء الله العام الجاي في ناسيونال ا، معناتها باش يكون عندنا رودمون اخر وباش نعملوا باش نجيبوا جوارات وكل شيء، وان شاء الله باش نشوفوا صياده باش تسجل التاريخ ان شاء الله نهار اخر. مضابينا العام الجاي ناسيونال ا ونلعبوا كما تمنينا برشا حاجات نحبوا نوصلوا لهم، وان شاء الله ربي معنا وربي وفقنا. من الاول قاد شويه صعوبات في الطلوع، بشويه بشويه دايركتها المشكله ذيك ونجمت تطلع باللاعبات، حطوا في قلبهم اللي هي هم باش يربحوا وربحوا، عملوا قليب طلعوا ومبروك عليهم. باهية إن شاء الله وباش تقعد ديما باهية، وإن شاء الله تطلع وتهز الكاس هي، وإن شاء الله معناتها من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما مربوحة. ربحنا معناتها طلعنا ونا بيان جوي معناتها، اما ان شاء الله نوصلوا ونحققوا معناتها نحققوا حاجات احسن ان شاء الله من حسن الى احسن.